السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف ازاي نعرب ويندوز 10 اصدار LTSC. اول خطوة هنعملها ان احنا هنروح في البحث ونكتب language settings. طبعا على طول اول لما كتبت LA لقيته على طول جاب لي language settings، فهندوس عليها. بعدين طبعا جايب لي هنا اللغة الانجليزية، اللغة الاساسية بتاعت النظام، وطبعا ممكن يبقى عندك اللغة العربية، ولو مش عندك اللغة العربية فانت هتدوس هنا على Added a Language، بعدين تدور على اللغة العربية ويبقى على حسب البلد بتاعتك. انا اختار العربية مصر، هدوس عليها، بعدين Next، بعدين تتأكد ان هنا معمول علامة صح علشان يحمل لك حزمة اللغة وكمان يخليها لك لغة النظام الأساسية. فندوس هنا على انستول، وزي ما انتم شايفين دلوقتي هيبدأ انه يحمل اللغة، فسيبوه لحد ما يخلص التحميل. طبعا وهو بيحمل معاك اتأكد انك متصل بالنت عشان يحمل حزمة اللغة العربية. تمام، خلاص هو كده خلص التحميل معايا. بعدين طبعا اتأكدوا ان في ويندوز ديسبلاي لانجويج اللغة العربية هي اللي انت مختارها، فاحنا هنعمل اعادة تشغيل للجهاز عشان اللغة تتحول. فنروح هنا على قائمة ستارت، بعدين باور، بعدين هندوس هنا على ريستارت ونرجع بعد ما يشتغل الجهاز. بعد ما الكمبيوتر فتح معايا زي ما انتم شايفين كل حاجة بقت من الناحية اليمين كده، اتحولت للغة العربية زي ما انتم شايفين اهو، وكمان البارتيشنات بقت باللغة العربية، وكمان التاريخ والوقت وقائمة ستارت زي ما انتم شايفين. طب مثلا دلوقتي في حد عايز يرجع من اللغة العربية للغة الانجليزية من تاني، هنعمل نفس الخطوات. هنروح على البحث ونكتب language settings، طبعا هنكتب L و A، وعلى طول جاب لي اعدادات اللغة فهندوس عليها. وطبعا هنا في اللغات، لغة العرض في الويندوز اللي هي اللغة الأساسية في الويندوز طبعا مظبطالي على اللغة العربية، فإحنا هنخليها على الإنجليزية. بعدين هنا طبعا قالك على طول بالكلام اللي مكتوب بالأحمر، ستكون هذه اللغة هي لغة العرض بعد تسجيل الدخول في المرة القادمة. يعني أنت هتعمل إعادة تشغيل عندك في الجهاز وهتلاقي على طول اللغة اتحولت معاك تاني للغة الانجليزية من غير اي مشكلة. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو، عرفنا مع بعض ازاي ان احنا نعرب ويندوز 10 اصدار LTSC من غير اي مشكلة. لو اي حد عنده سؤال اكتبولي تحت في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت. السلام عليكم.